بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البعض عمال يحدثني عن الرؤية، وواحد تاني كتب لي رسالة بيحلف ان هو المهدي المنتظر، وناس يقول لك علي الطلاق انا المهدي المنتظر، وناس عايشة في البغبغانات. يا خلاص، ايه العالم دي؟ العالم دي بتفكر ازاي؟ العالم دي مش عارفة اي حاجة في اي حاجة. واحد دلوقتي طبعا فزلوك ما فش هيقول لي انت لا تؤمن بالرؤية وانت مش عارف ايه وكذا، اقول لك لا طبعا كلامك مش مظبوط، انا عندي ضوابط لموضوع الرؤية. واحد بيقول لك مثلا انا والله حلمت ان انا يعني واقف في غيط برسيم وكذا، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ده انت لو حلمت الحلم ده المفروض ما تجيبش سيرته. هو اللي يحلم بالبرسيم زي ما قلت لك قبل كده الحمار، لكن الحمار لما يحلم بالبرسيم هو حلمه في الحقيقة منطقي، يعني من حق الحمار ان هو يحلم بالبرسيم لان دي طموحاته ودي اخر طموحاته وعايز يحققها، دي طموحات الحمار. زي كده ما انت تيجي تحلم عايز تتجوز واحدة بتحبها، او عايز تجيب عربية حلوة، او عايز تعمل حاجة زي كده، لكن انت بتحلم بالبرسيم ليه؟ ليه انت تشارك الحمار حلمه؟ ده السؤال المهم جدا. طيب واحد تاني بيقول لي انا المهدي المنتظر، ايه الهبل الناس دي عايشة فين؟ الناس دي زباب الكتروني ولا مخابرات بيحاولوا يعني يشوفوا ردة فعلي على الموضوع ده ايه ولا كده؟ الناس دي مش عارف اقول لك عليهم ايه حقيقة، فكرهم مدمر بشكل كامل. فكل واحد عنده رؤية وكل واحد يقول لي انا المهدي، والله العظيم ابن المجنون هذا المهدي، حذفته طبعا وطردته على طول. مهدي ايه ابن المجنون ده؟ مش عارف اقول لك ايه. انا طبعا عندي قناعة ان في اجهزة مخابرات كتير بتراقب القناة وبتستفزني احيانا وعايزة تشوفني انا هفكر ازاي في النقطة دي وهعمل ازاي في النقطة دي. الله يعيننا ويعينكم عليهم، اللهم امين. يعني عايز اقول لك الرؤية حتى لما كنت تكون مع نبي ما تقدرش انت تسقطها على زمن معين، اخبار الغيب اللي بتجيلك ما تقدرش انك انت تسقطها على زمن معين، الامور دي ما تقدرش تسقطها على زمن معين. لازم تعرف ان الرؤية هي عالم خاص لهذا الشخص اللي هو شافها، يعني غير ملزمة للمجتمع وغير ملزمة للاخرين، لان احنا ما نعرفش هو صادق ولا كذاب. تبقى الرؤية امتى ملزمة؟ لو ان هذه الرؤية لنبي كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية الفتح، وكما رأى سيدنا يوسف عليه وعلى سيدنا محمد الصلاة والسلام الرؤية، فدي هنا هتبقى ملزمة. ليه هتبقى ملزمة هنا؟ لان النبي عمره ما هيكذب، دي تحطها في دماغك، وبعدين اما بتيجي بتكون ملزمة، بتكون ملزمة بشكل اعتقادي، وبعد كده شكل لا ينبني عليه حتى عمل استراتيجي. الخلاصة الرؤية الملزمة هي رؤية الأنبياء، واللي يسقطها الأنبياء. عشان نجيب لك من الآخر، فأي رؤية بتجيلك انت ما تقدرش انك انت تلزم بها الآخرين حتى لو كانت فعلا رؤية حقيقية، وما تقدرش انك انت تسقطها. الرؤية الملزمة للجميع هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم او الانبياء، حتى رؤية الصالحين كمان مش ملزمة. واللي يسقط الرؤية مين يا ابو الشباب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم او النبي اللي هو يعني فهم الرؤية، كما قال سيدنا يوسف لسيدنا يعقوب عليهم وعلى سيدنا محمد الصلاة والسلام. الخلاصة يا جماعة، جماعة اللي بيقول لك انا مش عارف حلمت بغيط برسيم، والله العظيم تشارك الحمار حلمه يا راجل. الحمار على فكرة اكثر منطقية من اللي بيحلم بالبرسيم، لان زي ما قلت لك في اول الفيديو ده الحمار هو يعني محيط افكاره في ان هو بيشتغل ويتعب وكده وعايز ياكل ويشرب وعايز طبعا يتكاثر وكده، فهو يعني محصور في هذه المسألة، فمسألة طبيعية ان هو يحلم بالبرسيم. لكن التاني حلم بالبرسيم ليه؟ هو ده الشيء الغريب. ولا التاني اللي بيقول ان هو المهدي المنتظر. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.